الجمعة. C'est beau celui-là, il est beau celui-là. دابا كونسيبت ستور موجود في الحياه الجنسيه ديال الدار البيضاء وكيجمع بزاف ديال لي كرياتور من المغرب كله اللي كيجيو كيبريزونطيو لي كرياسيون ديالهم في الكونسيبت ستور. اليوم جمعنا 40 كرياتور مارك وديزاينر اوتور دو مارشي دو نويل. هاد لو مارشي دو نويل غتلقاو فيه بزاف ديال الاتات لا بوتري لي زيلوستراسيون ديزاين غرافيك لي برودوي كوزميتيك الاتات ديال الدار لي بيجو بريف بزاف ديال لي مارك اللي تقدروا تجيو تقداو منهم من الخميس حتى للحد مع 6 د العشيه. مرحبا بكم. ليكم معكم سناء. اليوم حنا في حياه ريجنسي مع المارشي دي كرياتور. الوغ حنا عندنا اون بوتيك هنايا سميتها دابا كونسيبت ستور في حياه ريجنسي ومورغانيزين هاد لا بتيت فونت بوغ انكوراجي لي كرياتور ديالنا المغاربه و لا كرياسيون ماروكان و بروموفا لو ميد ان موروكو. حنايا هنايا من اليوم ان شاء الله الخميس حتى نهار الحد. جيو عندنا جيو شوفونا. عندنا بزاف الحوايج، عندنا لا بوتري، عندنا الحوايج، عندنا لي بيجو وكل شيء كل شيء مصاوبينهم لي كرياتور هما نيت. وحنا بغينا درنا هذا الشيء باش نعاونوا المستهلك لو كرياتور ماروكان وكان باش يشهر المنتوج ديالو وكنطلبوا من المغاربه يجيو يشجعوا هاد لي بيتي كرياتور ديالنا باش يبيعوا داكشي ديالهم وباش يمارسوا العمل ديالهم. واخا هاد العام كانت القضيه صعيبه شي شويه عندنا مع لو كوفيد. لا بلوبار ديال لي كرياتور كيبيعوا في لي بوتيك كي سون ديسيني او توريست. مالوغوزمون هاد العام اون با يو بوكو دونك فيني نو سوتنير فيني سوتنير نوتر كرياسيون اي لي كرياتور ماروكان. الوغ غادي نكونوا كل نهار من العشاء
10 حتى ل 7 في الحياه الريجنسي ديال الدار البيضاء. وشكرا. سميتي اميمه عبا، واليوم جيت تنقدم منتوجات صديقه للبيئه اللي هي البديل الطبيعي والصحي للمنتوجات اللي كنستعملوا كل نهار باش نهتموا بالنظافه الشخصيه ديالنا. واليوم حنايا متواجدين في لو مارشي دي كرياتور اللي منظموا لو كونسيبت ستور دابا، واللي كاين في حياه ريجنسي من اليوم نهار الخميس لنهار الحد. وتنرحبوا بكم باش تجيو تكتشفوا المنتوجات المغربيه ديال المبدعين المغربيين، وهذه حاجه مهمه حيت حنا محتاجين اننا نتعرفوا على المواهب اللي عندنا والمنتوجات المحليه اللي كاينه، ونشجعوا المنتوج المغربي ونفرحوا به بهذه المناسبه، وسورتو كي دابا الاخر ديال العام وهذه بيريود ديال زعما مناسبه ديال الاحتفالات. ومرحبا بكم. تنسوق واللي تنقدم للناس مثلا هذا لو ديودورون اللي هو واحد البرودوي اللي تيبغيوه الناس بزاف، هو البديل الطبيعي ديال الديودورون اللي تنستعملوا كاملين، اللي تيخلينا مثلا نعرقوا بشكل صحي بلا ما يكون عندنا زعما مشاكل ديال الرائحه مثلا. والهدف الاساسي هو اننا نستعملوا منتوج مصنوع من مواد طبيعيه، ما في حتى شي حاجه تضرب بالصحه، وحتى مثلا لومبالاج ديالهم صوب من دجاج، يعني ماشي مثلا بلاستيك تلوحوا تنكريو وتنخلقوا زعما ازبال زايدين. وهذه هي الفكره زعما على هاد الغرار غاديين على كاع المنتوجات الاخرى. Je représente la marque Bonsaï Kali, il y a une marque maghrébine les kansourd les bonsaï. Donc on est spécialisé dans les bonsaï d'intérieur, les kansourd du Japon, du chinois, de l'européen. Ou kansouajdou hnaya f hayat regency pour en raison du marché de Noël. Mel youm el khamis hatta el nhar el khamis nhar el had el jay. Donc مرحبا بكم الى بغيتو تشريو لي كادو ديال لي فان داني، لي كادو دو نويل. Et voilà. Alors, Hada, c'est un bonsaï, le ficus retusa, un dos stnin. Un dit les bonsaïs qui sont le stnin, qui sont l'hôtel Tinochinam, Hada. Le ficus retusa aussi. Le carmona aussi. Les bonsaïs, de façon générale, c'est pour Aïchin Moudatouela. Et. شحال تقريبا مده حياه كامله حياه كامله فوالا لي بري لي بري ابتداء من 600 درهم 600 درهم فوالا اي سا بو الي انكور بلوس فوالا الاسم ايوب المسيلي الكرياتور ديال مسيلي براند كنديروا لا كوستميزاسيون ديال كما كتشوفوا هنايا ديال الكوير ديال ديسا كوير بانان اوسي كنديروا ميم دي تاغ سور لي غران فاساد جونغ الغرافيتي وداكشي او ميم سور لي ساكادو كما كتشوفوا عاوتاني في جاكيت دونك كنديروا لا بيرسوناليزاسيون ديال 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 الحوايج وغادي نكونوا في مع دابا ستور في حياه ريجنسي من الخميس للحد ان شاء الله 15 جوسكا 19 السلام عليكم سميتي عمر انا هو الكرياتور ديال هاد الكوليكسيون ديال الشمع حنا كنديروه الشمع المعطر الشمع فيه الريحه و صابون حتى هو عندنا الصابون عندنا هاد لي بارفان دانتيريور وهادو سميناها اليد العطيره هادي سميناها اليد العطيره حتى هي كنكبوا فيها واحد البارفان وكتطلق الريحه وكتشبه شويه الخميسه سي خميسه شويه عصريه دونك والفكره ديال اوريلي هي كنعاودوا قصص على المغرب على
عبر الريحه. دونك الريحه بحال اللي كنعاودوا القصص على المغرب، حيت المغرب معروف بالعطور، معروف بالورد، زعما عندنا في التقاليد ديالنا العطر. والفكره ديال اوليلي هي نديروا شي منتوجات مغربيه اللي فيها العطر وفيها الصناعه التقليديه، بحال حيت كنخدموا حتى مع الناس ديال السيراميك، ديال الفخار، الناس ديال الخشب. دونك هذا هو اوليلي، فيها الصناعه التقليديه وفيها الريحه. ودونك هذه الفرصه هذه زوينه بزاف ديال دابا كونسيبت ستور، رحبوا بنا هنايا في الحياه ريجنسي. ومع هذا العام كاين الازمه، مزيان هذه المناسبات بحال هكا باش نوريو شنو كنديروا، كنوريو حتى الجديد، حيت واخا الازمه خصنا نبدا اون طونك فنان، اون طونك مصمم، دير شي حاجه جديده. دونك بحال دابا هنا درنا واحد الموديل جديد سميناه معشبات الاطلس. معشبات الاطلس شنو فيها؟ فيها الورد، كله الورد ملقوط في الاطلس المتوسط، جهه ازرو، جهه افران، جهه عين لوح. دونك هاد فريمون هاد الورد اللي كتشوف هنايا كله ملقوط في الازرو، وورد يابس. دونك ودرناه في هاد الجاج، هاد لاكلوش اللي بالجاج، اللي جاج بلدي، هذاك الجاج اللي كيديروا به الكيسان بلديين. ودونك كلشي مصنوع في المغرب، وكلشي منتوج ديال المغرب، كلشي صناعه تقليديه. وشكرا. وطلب منا دابا باش يجيو. بيان سيغ بغينا الناس يجيو بزاف. وصراحه هذه المبادره زوينه ديال دابا كونسيبت ستور، ومرحبا بكم. تعرض من الناس وهنايا ان شاء الله غنبقاو هنا حتى نهار الاحد، من الخميس اليوم 10 في الشهر حتى نهار الاحد، دونك 4 ايام حنا هنايا. التوقيت من 10 ل 7 العشيه. فوالا. عيد رجيت. ف دونك من 10 ل 7 العشيه هنايا في حي ريجنسي فوالا كازابلانكا. غزلان ساكوني، الوغ كرياتريس ديال لا مارك لو. هذا المنتوج تيمشي سبيسيالمون بوغ لي زوم، دونك سي دي جيلي كلاسيك بحال هادو، وكاينين دي جيلي باتشورك. لي باتشوار كما هادو، الوغ هنا دابا بحال هاد الموديل كاينين ثلاثة د لي تيسيو في كل طرف، كاين لا سوا، لو لان، لو لان عاوتاني برودي، هنا دو فيلور برودي، كاين موديلات واحدة أخرين. الوغ كل بياسة سي دي بياس يونيك، لي تاي تنديرو دو ميديوم و دو لارج، إكس إل يلاه جاي في الطريق إن شاء الله. شنو آخر؟ الثمن؟ الثمن تنمشيو من 1700 ل 2500. وحنا هلا كاينه اون اكسبوزيسيون في لوتاي الحياه ريجنسي من لو 10 حتى لو 13، تنحلو مع العشرة وتنسدو مع السبعة الليل. مرحبا بكم. انا صلاح مجلون، انا لا مارك ديالنا، المنتوج ديالنا هو جي زيدا ياك اسيدي. حنا كنديرو الفضة، الفضة حنا كنخدمو باليد، هاد المنتوجات كلهم مخدومين باليد في المعمل ديالنا. المعمل كاين هادي 40 عام وحنا كنخدمو. 40 سنة 40 سنة حنا كنخدمو في الذهب والفضة، ولكن برينسيبالمون كنا كنخدمو الذهب. دابا انا درت هاد لامارك جي زيدا باش نديرو لي برودوي لي زعما بواحد الثمن مناسب لي كادو، داكشي لي كادو دونتربريز. دونك الناس كيعجبهم بزاف، علاش؟ حيت كنديرو منتوجات لي كيفكروا بزاف في التقاليد المغربيه، ياك؟ بحال دابا هنا كاين لا كاليغرافي، كاين هنايا حب، وكاين الا شتي بزاف ديال الانواع. وهنايا كاين هاد الوشم ديال الامازيغ، ياك؟ وكاين الزيت ديال الامازيغ تاع هو، فهمتي؟ دونك حاولت بحال دابا هاد الشيء حاولت كنستوردو من التقاليد ديالنا وداك لا برودكسيون ديالنا ديال كاين الطابع المغربي، فهمتي؟ وحتى من هاد الشيء كنستعملوا واحد المواد اللي كاينين، هما هاد الخميسه، فهمتي؟ كاين خميسات من جميع الانواع، هنايا مكتوب حوايج، كاين عاوتاني الحجر، هنايا هاد الشيء كيعجب لي جون فرنسار، بحال دابا هاد الحيوانات انا غيغامي، فهمتي؟ وكاين عاوتاني دو لامبورتاسيون باسكو الناس تا هما كيبغيو شي حوايج لي امبورتي.
اثمنه جد مناسبه زعما كتبدا من 150 درهم حتى واحد قدر تاع الحساب بحال دابا هادو فيهم الخدمه بزاف وفيهم الحجر وداكشي كيشدوا ليا واحد جوج سيمانات عاد كنقدر نخرج وحده فهمتي دونك هادو كيكون واحد الثمن شويه فيهم خدمه مزيان بحال دابا هادو زعما سي با تري شير هادو كيبقاو نورمالمون 200 فهمتي ما كتطلبوا من الناس دابا باش يحضروا هنا وي ريجينسي حيت ريجينسي من اليوم هنا كاين هذا السوق هذا العرض حفل نوال شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.